صهيب الرومي. من منا معشر المسلمين لا يعرف صهيبا الرومي، ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا لأب من بني نمير وأم من بني تميم. ولانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة، وهي مدينة قديمة دخلت في البصرة وأصبحت جزء منها، سنان بن مالك النمري من قبل كسرى ملك الفرس. وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره، دعاه صهيبا. كان صهيب أزهر الوجه أحمر الشعر متدفق النشاط، ذا عينين تتقدان فطنة ونجابة، وكان إلى ذلك ممارحا عذب الروح يدخل السرور على قلب أبيه وينتزع منه هموم الملك انتزاعا. مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشامها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراياها، فكان من جملة من أسرتهم صهيب. بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم وجعلت تتداوله الأيدي، فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر، شأنه في ذلك شأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم. وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله، فرأى بعينيه ما يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات، وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والمآثم، فكره ذلك المجتمع واصدره. وكان يقول في نفسه إن مجتمعا كهذا لا يطهره إلا الطوفان. وعلى الرغم من أن صهيب قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها، وعلى الرغم من أنه نسى العربية أو كاد أن ينساها، فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء، ولم تفطر أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتحرر فيه من عبوديته ويلحق ببني قومه. وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة، ولما نزل فيها واستقر بها أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة، فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير، غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني، فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة: متى يكون ذلك؟ وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب. ففي ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة، فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها، فقال بعض رقابائه لبعض: طيبوا نفسا، فإن اللات والعزة شغلاه ببطنه. ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى القرى، فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة. لم يمضي غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه فهبوا من نومهم مذعورين، وامتطوا خيولهم خلفه حتى أدركوه، فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته، فقال قائل منهم: والله لا نادعك
تفوز منا بنفسك وبمالك. فقال صهيب: أرأيتم إن تركتم لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه، ثم أطلقوا سراحه. أخذ صهيب يعد السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله، غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر. وكان كلما أدركه تعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود إليه نشاطه ويواصل سيره. فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. وكررها ثلاثة، فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل، حقا لقد ربح البيع، وصدق ذلك وحي السماء. وشهد عليه جبريل حيث نزل في صهيب قول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فطوبى لصهيب بن سنان الرومي وحسن مآب. العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة صهيب الرومي إن الدين أغلى من كل حاجة، وإن في سبيل الدين ممكن كل شيء يهون، وإن المفروض إن الإنسان يوطن نفسه على المعنى ده، لأن هي دي الحقيقة. ممكن الدنيا بتخطف القلوب بساعات وبتخطف القلوب كتير، بس الصح إن إحنا كل فترة نوطن نفسنا على إن ديننا هو أغلى، وإن أي مدخل أو أي باب ممكن تخشلنا منه الدنيا وتكون الدنيا دي تتعارض مع ديننا لازم نسدها. يعني لازم تسد كل باب ممكن يتخطف منك دينه بسببه. يعني لو حب زوج ممكن ينزع الدين من قلبك مع فتنة مثلا مع زوج، يبقى لازم الباب ده يتقفل. لازم توطني نفسك على ان دينك اغلى من جوزك، ودينك اغلى من العلاقة دي، ودينك اغلى من عيالك، ودينك اغلى من بيتك، ودينك اغلى من اولادك. لازم توطني نفسك على ده من قبل ما اي حاجة تحصل، من قبل ما يتعارض دينك مع اخرتك. وطني نفسك على ده، وطني نفسك على ان ممكن الدنيا تتغير، وممكن الحياة تتغير بيكي، وتدور الايام دورة كده ما تكونش على هواكي، وتتغير الاحوال تغيير ما كنتش متوقعة. فبلاش نقول لنفسنا لا انا مش ناقصة، انا كفاية اللي انا شفته، انا تعبت كتير، انا عايز استريح بقى، انا هدف الاستقرار، انا مش عايزة مشاكل. الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا ده اكبر غلطة ممكن تعمليها في حق نفسك، لان انت طول ما انت عايشه في الدنيا لازم تعرفي ان الدنيا هتدور والدنيا بتتغير، والله اعلم هتدور هتروح فين، هتروح للاعلى للاحسن ولا هتروح للاقل. تروح مطرح ما تروح، وطني نفسك على ان دينك لازم يكون معاكي في كل مراحلك، سواء معاكي فلوس او ما معاكيش فانت معاكي دين، سواء اولادك حواليكي او سابوكي فانت معاكي دينك، دينك رقم واحد. وطني نفسك على ان كل شيء زائل، وان اللي ما ينفعش ان هو يزول هو الدين. وطني نفسك على ده. يعني ايه توطني نفسك؟ يعني في خيالك كده قبل ما اي حدث يحصل قولي لنفسك كده من جواكي ان لا، لو حصل تعارض هو الدين، وان لو خسرت اي حاجة طالما ما خسرتش دين انا ما خسرتش حاجة. الظروف مهما تتغير تتغير، دي دنيا فانية، انت ربنا معاكي ومعاكي دينك، خلاص انت مش محتاجة حاجة تاني. فيعني ايه زي ما تقولي كده، ايه يعني لو انا مسافرة انا بجهز شنطتي، عايزين نجهز قلبنا بقى لتغيرات الحياة، عايزين نجهز نوايانا لتغيرات وتقلبات الحياة بينا، حدش عارف بكرة في ايه، بين يوم وليلة الدنيا بتتغير. فلازم نعرف ان مع تغير الحياة ومع تغير الامور الدنيوية ما ينفعش أبدا إن الدين يتأثر، ما ينفعش. الناس اللي بتقول إن ربنا هو اللي بيمرضني وربنا هو اللي فقرني لأن ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، الناس دي من الناس اللي هتضيع إذا جات لهم الفتن. أمال إيه الاعتقاد الصح؟ الاعتقاد الصح هو إن التقلبات اللي بتحصل في الدنيا دي حاجة كده طبيعية، زي ما انت مثلا طبيعتك انك انت تمرضي، وطبيعتك انك انت تموتي، او طبيعه الدنيا التغيير ما بتستمرش على وتيره واحده. فالدنيا بتتقلب
خليك دايما على اتصال بالله عشان قلبك ما يتقلبش معاه. اعمل ايه؟ اوعظ نفسي ليلة نهار بان ديني اغلى من الحاجة اللي انا خايفة منها، والحاجة اللي انا حريصة عليها ديني اغلى منها برضو، والحاجة اللي نفسي فيها برضو ديني اغلى منها. ما خليش الامور الدنيوية ترتبط بعلاقتي بربنا. مش خسرتي مالي يبقى ما صليش، لا، مش عشان انا اتطلقت مثلا خلاص يبقى اقلع الحجاب، مش عشان اولادي ما بيسمعوش كلامي وجوزي مش عارفة بيهملني لا انزل بقى الشغل بقى واسيبهم وارمي مسؤولياتي ورا ظهري، ولا جوزي اتجوز عليا يلا بقى ابيع عيالي واروح اشوف انا كمان حالي، فاهمة؟ ما هو هي دي علامات انك انت ما وطنتيش نفسك على ان الدنيا بتتغير، وعلى ان دينك لازم يكون معاك في كل المراحل. يعني مهما جوزك عمل، انت ربنا هيسألك عن الاولاد دول، مفيش يعني علاقة خالص ما بين تقصيرك في مسؤوليتك وعلاقتك بزوجك، دي حاجة ودي حاجة. انت زعلتي من زوجك فرحت مقصرة معاه في حقوقك الزوجية، لا ما ينفعش، دي حاجة ودي حاجة. مثلا انا عايزة فلوس ومش لاقية شغل، لا انا اقلع الحجاب وانزل اشتغل، لا دي حاجة ودي حاجة، مش ده مش مبرر، مفيش مبرر. توطني نفسك ازاي بانك انت تبقى عندك مبادئ وتحافظي عليها، عندك اساسيات ومبادئ في الدين، وما تسمحيش لحد انه ممكن يقرب منها مهما الظروف اتغيرت. لازم تتنك على مبادئك دي، متمسكة بمبادئك لغاية اخر لحظة. ايه هي مبادئي؟ مبادئي ان الله سبحانه وتعالى له حق الطاعة عليا، يمين يمين شمال شمال، مع ربنا ومع الشرع حيث دار، بصرف النظر بقى عن مشاعري، بصرف نظر عن آلامي، بصرف نظر عن مشاكل الدنيوية، دي حاجة ودي حاجة تانية. أنا عارفة أن بقوله ده صعب، ولكن اللي بيسهله علينا هو ربنا سبحانه وتعالى. تمسكي بربنا هتلاقي كل ده هيهون عليكي، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى هيديك البصيرة أنك أنت تفهمي الحياة الأمور، وأن الحزن ما بيدومش، وأن السعادة ما بيدومش. في شوية حقائق كده في الدنيا لو اتقيتي الله ربنا هيحطها في قلبك، هتلاقيها موجودة، تلاقي نفسك بتفكر صح، تلاقي نفسك بتشوف صح. وربنا سبحانه وتعالى لما بيرى منك ان قلبك عنده استعداد ان يكون مع ربنا في كل ظروفك مهما الضغط عليك، انت برضو بتقولي يا رب يا الله، بتروحي بقى معاه في مكانة تانية وفي حتة تانية خالص. هي معية الله الخاصة لبعض عباده الأتقياء. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب. الرسالة اللي جابها لنا سيدنا صهيب الرومي هي دينك دينك لحمك دمك. جزاكم الله خيرا، اللهم اجعلنا منهم، وارزقنا القلب اللي عنده استعداد انه يضحي بالدنيا من أجل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.